تمام يا فندينا، في ميعادك مظبوط. احنا كل شغلنا مظبوط. هتقول له طلع على البضاعة الأول. وماله طل؟ بس سلم تستلم مش تلعب. أنا عارف وكمان جاهز، بس أحب أطمن. أطمن وماله؟ ما يضرش. والله زمان يا غريب. حقك يا خميس. أصل يا غريب. أصل يا فندينا. حكومة! خيانة يا خميس، الفلوس كلها راحت. عملتها يا ابن النوح. لازم تهرب يا خميس، الحكومة طبت. أقول لك امشي. اسمع كلامي يا أخي، روح لأمي. امشي. هتموت يا غريبة. امشي. يلا. رصاصك خلص يبقى هتموت. غريب! لا 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 غريب! غريب! غريب سلاح يا خميس! سلاح! لا لا يا غريب! ثم ان اهل المجنى عليه ما اتهموش خميس ابو سنه بقتل ابنهم، بل على العكس كل اقوالهم لصالح موكلي، سيما وان الشهود وتحريات المباحث افادت ان موكلي لم يكن يقصد قتل المجنى عليه. اما بالنسبه للتهمه الاخرى والخاصه بالاتجار بالمواد المخدره، فالمعمل الجنائي قد افاد بسلبيه جميع العينات المضبوطه، وده دليل فني ملزم للمحكمة يا فندم. يعني احنا في السليم يا سعادة الرئيس. وشكرا. الحكم يصدر بعد المداولة. رفعت الجلسة. جماعة!
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المداولة والاطلاع على أوراق الدعوة ومواد الاتهام وسماع المرافعة، حكمت المحكمة حضورياً على المتهم خميس عنتر أبو سنة وشهرته أفندينا بالسجن 7 سنوات مع مصادرة السلاح المضبوط. رفعت الجلسة. ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك يا حبيبي. روح يا عمك خير، ما تخليهاش تيجي تزورنا. ما تقلقش يا ابو جمعه، هيعدوا قرايب. روح يا عمك. على السلامة يا حبيبي. ريحيني وروح يا عمك. على السلامة يا رب الدين. على السلامة. مع السلامة. الله، ده الرجالة كلها هنا ورابطة المعلم. رجالة المعلم دهان البران يا معلم. كل عمره صاحب واجب، ما تفوتوش فوتة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. لن طول عمرك وادي أصول يا معلم دهان. تسلم يا معلم أبو سنة، ده يوم عيد ولازم كلتنا نفرح ونجاور الأحبة. يا مرحب، تفضلوا. تفضل. يا مرحب بالمعلمين، كراسي هنا يا ابني للمعلمين. مرحب يا مرحب. اتفضل يا معلم. هنبص بس على الرجاله يا معلم. يلا روح. يا مرحب يا مرحب. شايبه حليب منه فيه واحلى حجر معسل. انا مزاج ده كوارع. مزاج الخير يا معلم، دي الحته كلها بتضربه. فين الشربات يا كوارع؟ وسق الحته كلها. انا يا سيد المعلمين. تعيش يا شلوفه، نجملك في الافراح ان شاء الله. الحته كلها لازم تفرح يا معلم، احنا هيجينا عزم نفندينا سقع شربات يا كوارع. كلفت نفسك يا معلم دهان، ما كانش له لازمه التعب ده كله. تقوليها يا معلم ابو سنه، الود ود الكل يجي ويبارك ويهني افندينا. ليه في كل بيت عربون محبه وفدان جمال. الدنيا من غيره خراب يا معلم ابو سنه. ايوه على قولك يا معلم، كانت ايام عجاف، لا تبل ريق ولا تريح بدن. الله لا يعود ايام. النار ما تحرقش مؤمن يا معلم ابو سنه، وهو العدل بان وقال كلمته وافندينا خارج للكل. الحمد لله كله تمام يا معلمي، والرجاله مستعده. اه واللي هناك جاهزين وفي عرض الشرى منك يا معلم. تعال، عايزه اول ما يطل يلاقي الفرحة والبهجة مزوقة المنطقة كلها. عايزه يلاقي الفرحة بترقص قدام كل بيت. عايزه يشوف النور بيلعلط على مدد الشوف. النور اللي اتحرم منه في سنين الظلم اللي عاشها بعيد عننا. هاتها جمايل يا رب. من الهباب اللي بيضربوه بره دوت يطير لك نافوخك. ما انت شايفه عاملين ازاي؟ فرحانين ياما، ده خميس اغلى رجاله الحته. لا خميس ولا جمعه يا حبيبتي، مالناش فيه، خلينا كده في حالنا ومتدارين كان بالحيطه. اهو ده اللي باخده منك، على طول كده متلبشه ودمك هربان. على ايه كل ده؟ على ايه كل ده يا نن عن امك؟ يا بنتي يا حبيبتي، احنا ولايه، والراجل اللي احنا مسنودين عليه مش حمل صوت طلقه من اللي بيتضربوا بره. اللي زي حالتنا لازم يقفل بقه على لقمته ويكن في حته يتدرى فيها. انا اتاخرت على المعهد، يا دوبك اتص وشي. فوتنا. نعم ياما، لسه في موشح منسي؟ الموشح ده يا حبيبه قلبي عشان تحطي عقلك في راسك، لا هو عايزه ولا تخاريف. هو انا بس عملت ايه لكل ده؟ جرايه يا بيت، انت فاكراني نايمه على وداني ولا مغميه عينيا؟ وحتى لو ده حصل هتروحي فين يا حسره؟ ده كلهم كم متر عمي نافدين على بعض، واللي متغطي بحيطان عريان. عايزه تقولي ايه بس ياما؟ صوره المحروس اللي انت مخبياها في دلابك عشان محدش يشوفها، ولا لكم هدمه جابهم لك زمان وصغروا عليكي وكل شويه تطلعيهم تشم فيهم زي الافلام. كل ده ملوش عوزه، دي حاجه تودي المورستان. انا مش فاهمه،
هو سحرك ولا قاري عليك يا بنتي؟ ده ما خش الهباب اللي هو فيه، ما كانتش ضفايرك اتحلت ولا كان عودك اتصاب؟ حصل ده كله امتى وازاي وليه؟ مكتوب ياما، وده بقى اللي ملناش يد فيه. يا رب يا رب استرها علينا ولا تفضحناش لك لحبيبك النبي. انت يا بيه، انت يا بيه اللي نايم ولا في دماغك كل اللي بيحصل لي؟ يا باشا يا بتاع الحق والعدل، قوم اصحى بقى قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، ما هو انا العفريت اللي جايبه لك الست الهانم البلسم اللي قاعده بره دي بس علشان تشلني وتنقطني وتخليني اشد في شعري ليل نهار لحد ما هنحب. صباحنا وصباح الملك لله. يلا اديني بقى بالطريحه بتاعتك انت كمان، ما انا اصلي ناقصاك. جرايا يا بشاير، بريحه البصل الملكها الصبح فيه جرني خلاص، ما بقتش قادره استحمل. هو انت ايه يا اخي، متجوزني تخليص حق ولا حد مصلتك انت وامك لحد ما تجيبوا اجلي؟ يا رب. بتقول ايه؟ بقول يا رب صبرني. الصبر ذات نفسه لو عاشر الست الوالده اللي قاعده بره دي مش هيستحمل. انا حاليها منها ولا من ابنه؟ يا بشاير كفايه بقى، مش كل يوم بنصحى على الموال ده. انا خلاص اتخنقت وطيقت وما عدتش طايق، خلاص اتخنقت يا بشاير اتخنقت. طب انا عندي لك حل كويس قوي هيريحنا احنا الاثنين. انا همضي لك ورق على بياض واتنازلك عن كل حقوقي، بس اعتقوني بقى لوجه الله يا اخي. خلاص امضي الورقه وحطيها في الدولاب، اكيد هنحتاج لها. غيروها تاني؟ لا بره تاني، الحكومه بره عني. يا نهار اسود، وانا عندي كمان شغل مهم. شغل مهم ايه؟ بقول لك الحكومه هنا هيسمعوا البنسون وياخدوا البنات. كله اثبت مكانه. يا لهوي، بقول لك هيسمعوا البنات وياخدوا البنسون. الحالات دي جري وسط الجدعنه. جدعني جدعني، الحاله دي بتبقى جدعنه كلها. هتضيعني يا بطل، تعالى هنا. قدامي، ما انا همشي قدامك، ما انا همشي وراك، ما انا اكيد قدامك. الو الو الو، محدش بيرد ليه؟ الو. ايه شو؟ ايه يا سيد الناس؟ مين اللي رفع السماعه؟ لا دي البت كرامه. وهي ترد ليه؟ انا عارفه حلاوه روح بقى. انت موبايلك فين؟ موبايلي؟ ماله يا اخوي؟ ده انا حاطاه في صدري. فاصل شحن، احطه صدري تاني علشان يرجع يشحن. حطيته. وحشتيني يا راجل بطل، ده انت لسه نازل، لحقت وحشك. انت ايه، ما بتفوتش فرصه؟ طب قول لي وصلتوا فين؟ انا في القسم، بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي، معرفش تاخر ليه. سيبك انت بس من المحامي وخليكي معايا انا هنا. وحشتك زي انت ما وحشتيني.
طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني اكتر. يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على النار يا روحي. استنى. ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. سلم علي، سلم علي لما جبني وسلم علي. لما انت البعيدة لا مؤاخذة يعني في اللي هقوله، عارفة انك خارصة يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقة ربنا؟ بتاخدي ديلك في سنانك ليه اول ما المدعوق ده يرن وتقفشيلي في السماعة؟ ها؟ عايزة تطمني على اسم النبي حرصه؟ عذراكي صراحة، سنين ياما قاعدة مستنية، وده خطر، خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمة، والنعمة ما فاهمة. هبعتلك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربية انت يا وليه، يا شربية. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفة ايديا مشغولة، ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها. هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على. اوعي من وشي. لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي قمر، والنبي انت احلى مني. السلطان اجي على الغنى. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبيرنا حلوي. الله حلوي. اي حاجه يحتاجها تجيلي عينيا الجوز. بقول لك ايه يا كبيرنا، الفلوس دي كانت متشاله لك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجه. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسال في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجال زي ما انتوا، زي ما انتوا، زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجاله هنا، لكل الرجاله، واي حاجه يحتاجوها، اي حاجه. رقبتي سدادة اصلي يا كبير، وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندم. حلوين حلوين حلوين. مامور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. عفوا يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. اللي اقول لي يا مغاوري، هو امورنا يا باشا. ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح دي؟ حبايه؟ حبايتي يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اذيك. انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وفرجت عليك الاسود من الاسود، لكن انا حبيتها بمزاجي. صح يا باشا،
انا هقول لسعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. محدش من هم خالة يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه عفريت؟ هي كلمة ملهاش اخت. شيلي كرامة من نفوخك ولملادتك جوه حنكك وضفار لسانك بعقده وشنيطه. انت مرات اخويا وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حبي على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. تاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. لا يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولدها. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمه. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوه أنا مسامح. أيوه معاك. سيجارة؟ مش رابش في الخدمة. يعني العشرين جنيه هم اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه. هي كام ساعة بس أخلص المصلحة اللي أنا فيها دي، وبعدها أجيلكوا جري عشان أخرجكم. يا البلد سايبة، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هات يا جمال يا رب. يا ست كرامة، معقولة كل الخبط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ إن شاء الله هيرجع بيته ويدفى فرشته ويغسل عينيه بطلتك الحلوه من تراب السجن. قول يا رب. مش انا قلت لك الست ضاويه هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن امه،
وبعدين هي اصلا مستحلفه لتلف لسانها حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم ان شاء الله عشان يحرم يلدغ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب سفارس سفارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يو برب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت الفلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك، خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين معلمين. ياد رزق ياد ومكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك. انا هطيب لك مزاجك. لا. لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب يا سيدي المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ امانه مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صوره مراته برضه يا جويش؟ على قولك ده يبقى فال عفش. بقول لك ايه، انا اديني فلوس لسوش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. شكريم ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يا اجدع رجال. هتوحشونا رجالة، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بالله، والبلاوي مفيش اكتر منه زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. ده انت معجب بيه قوي. افندينا لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. شطارة محامي حظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الإجراءات وخرج.